اشتغل شويه عشان نجي افتح هنا. افتح الصباح بعد الغرفه، افتح هنا. طيب افتكروا معاك كده اخر شوط او نقطه كده في الفصل الايه؟ الخامس. بيب went to London. First he went to the inn. Then he went to Mr. Matthew Bucket's house. Then he went on a visit. راح كده في زيارة to Mr. Wemmick. هناك بقى Mr. Wemmick told him that Mr. Juggers is challenging. يعني بيتحدى criminals. How? بيعمل ايه بقى؟ Yes, he doesn't lock the doors to his house. And he is challenging يعني يتحدى المجرمين. بيقول كده هو الدير من اللي يجرؤ كده to rob me. ماشي. عندنا برضو في بدايه الفصل السادس، طبعا دي كده يعتبر احنا نهايه الترم الاول، وبعد كده زي ما قلت ناخد حصه او اثنين مراجعه، وفي امتحان على ثلاث وحدات هنا امتحان ورقي. ده صوره عندنا، الصوره دي في مستر جاجرز هاوس، بيت مين؟ كانه راح كده فيزيت برضه. طبعا عندنا الشخصيات اللي موجوده هنا، حتى لو الشخصيات دي ريبيتد بيقولها في كل فصل، نظام القصه كده. بيقول تشابتر كاركتر ليست، مستر جاجرز قلنا لاير يعني عامل، قدم لنا حتى الحاجات القديمه. هيربت بوكيت ريليتيف اوف ميس هابشام وبيبز فريند ان ايه؟ لندن. ده الولد بقى مش التيتشر، طبعا والده اسمه ماثيو ايه؟ بوكيت. وسان اوف بيبز تيتشر، طبعا سان يعني ابن. ستارت اب، واتكلمنا الحصه اللي فاتت على الكاركتر يعني الشخصيه. بيبز فريند اند هاوس ميت، هاوس ميت يعني زميله في السكن. ام اي تي اي يعني ايه ميت؟ صديق او زميل. في عندنا بقى ميت بقى بتخش يعني على كلمات كتيره، ممكن اقول ديسك ميت، وانتوا فاكرين زميل في الدرج في التخت يعني، ديسك ميت او كلاس ميت او ايه؟ سكول ميت او تيم ميت. ماشي. في بقى انتمت بمعنى ايه بقى؟ مقرب او حميم. يعني عندنا كلمة ميت لو كتبنا مثلا هنا ميت، ايه اشهر كلمات بتيجي مع كلمة ميت؟ اقول مثلا ديسك، كلاس، سكول، ونضيف كمان ايه بقى؟ تيم، تيم ميت. وفي بقى انتمت، دي تعتبر adjective صفة بمعنى صديق إلى مقرب، دي بتساوي كلمة close. فهو بيقول بقى هاوس ميت، يعني القصة كمان جايبة لنا إن عندنا إيه؟ هاوس، هاوس ميت. طيب هنا بيقول ستارت اب بيبز فريند أند هاوس إيه؟ ميت. كلمة عن شخصية ستارت اب، جود نيتشر، جود نيتشر. الحصة اللي فاتت يعني جود ولا باد؟ يعني شخص كده طيب الايه؟ اخلاق. ركز معايا شويه، احنا لسه في اول سنه بس. شوف انا بقول ايه؟ ما تشوف لو مركز معايا مش هوقف بس. يبقى ستارت اب جود نيتشر دمان، يعني ممكن اقول جود مانر دمان، يعني كتعبير على الكاركترز الايه؟ الشخصيات. ممكن اقول جود، ماشي؟ لما اقول جود مانرز ترجمتها كده الاخلاق الحميده. لما اقول شخص بقى ذو اخلاق حميده هتبقى جود مانرد، طبعا في هنا هايفن شرطه كده، وبعدين اقول بيرسون. لما اجي اترجم المقطع ده يعني جود مانرد بيرسون، انا خدت مانر هنا ويعني عملتها كانها فعل وضفت لها ايه؟ اي دي، شخص خلوق او ذو اخلاق حميده او حسنه. ماشي. جود مانر ديمان اللي هو عندنا بقى ستارت اب. بنت الدرامل بيبز هاوس ميد، بس في اختلاف الشخصيات دي، في كونتراديكتنج مثلا فيتشرز يعني سمات ايه بقى مختلفه. قلنا ستارت اب ده لما كان على الحصه اللي فاتت جود ناتشر، جود مانر ديمان، ولكن بنت الدرامل بل ان هو ايه بقى انتوا فاكرين؟ كان براود يعني متكبر، وكان كمان ايه؟ جرامبي.
يعني كئيب او 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 غاضب. طبعا دي بقى كلها صفات ايه؟ سلبيه. مولي دي جديده بقى. الشخصيه دي هنقابلها فين؟ في مستر جاجرز هاوس. مولي مستر جاجرز هاوس كيبر. هاوس كيبر يعني مديره الايه؟ المنزل. يعني نوع كنوع اعلى شويه من سيرفنت، مش كانها مثلا هي اللي بتشرف على الايه؟ الخدم يعني. مولي مستر جاجرز هاوس كيبر. ماثيو بوكيت مين ده بقى؟ بيبز تيتشر ان لندن. اند مس هابشامز كازن بيدي تيتشر اند فريند تو بيب. طبعا ده هناخدها برضه. جو جارجي تاني. جو جارجي ذا هازباند اوف بيبز اولدر سيستر اللي هو مستر ايه بقى؟ جو بس يعني جاب لك الاسم كامل. وطبعا هو بلاك سميث. ميسز جو بيبز ها اولدر سيستر. بيجيب الشخصيات حتى القديمه من اول فصل. وتو كونفيكتس في اثنين هيتكلموا بقى النهارده على عربي كده اللي هم الاثنين ايه بقى؟ كونفيكتس الايه؟ المدانين. وماجوتش ذا كونفيكت بيب هيلب تو سكيب. مين ماجوتش بقى؟ الكونفيكت يعني المتهم او المدان اللي ساعده مين؟ بيب في الفصل الاول في الجريف يارد اللي اداله كده فايل اند ايه؟ فور. دي الشخصيات اتقابلنا في الفصل الخامس. زي ما قلت لكم الفوتو الصوره اللي جايه دي التقطت فين او جايه منين؟ او لو اديت لها عنوان كده بيبز فيزيت تو مستر جاجرز. يعني بيبز فيزيت زيارة بيب لمستر ايه؟ جاجر. يبقى الأول هو راح لندن وبعدين راح قابل هيربت في الإن بارنتس إن وبعدين راح لماثيو بوكيتس هاوس وعمل زيارة في الفصل اللي فات لمستر ايه؟ ويميك اللي هو كليرك اللي هو الايه؟ الموظف اللي مع مستر جاجرز ودلوقتي بيزور بمستر ايه؟ جاجرز. زي ما قلت في الحصة اللي فاتت هيبتدي بقى كل الأمبيجويتي الغموض اللي في القصة هيوضح بقى شوية. الحصة اللي فاتت خدنا قصة مين؟ مس هابشام وحبيبتي هير اند واي از شي ليدنج ليه هي بتحيا ميزربل لايف؟ هيحكي بقى قلنا بقى الهيستوري ان هير فيانس ليت هير داون يعني ديسيفد هير يعني خدعها تريكد هير هي توك موست اوف هير فورشن خد معظم الثروه اند هي ليت هير داون طبعا وذ ذا هيلب اوف هير بمساعدة مين بقى؟ هاف براذر هاف ايه؟ براذر كانوا هما الاثنين بلوتد اجينست هير فاكرين بلوت؟ تمام قلنا بلوت يتآمر وتنفع مؤامرة وجاي منها بلوتر متآمر وبلوت لها معنى ثاني في أولى ثانوي قطعة أرض أبيس ايه؟ فارم لاند. هنشوف بقى بداية الفصل السادس ممكن يكون ده أطول شوية من الفصل الخامس. A few days afterwards I was interviewed يعني بقول في a few days afterwards I was invited to dinner at Mr. Jagger's house with Herbert Bucket, Startup and Bentley Drummond. فاهمين الحته دي؟ مين اللي تم دعوته؟ بيب وخد معاه الاصدقاء اللي بيدرسوا معاه جايين برضه عشان يكونوا جنتلمان اللي هو Startup وبنتلي درامر. احنا بنقول كل التفاصيل عشان لما يجي لنا السؤال يا اخوانا يبقى فاكرين ده موقفه ايه؟ يعني المناسبه بتاعته ايه؟ ما ناخدش تلخيص ده التكست الاصلي. بقول a few days afterwards بعد شويه من زياره المستر ويميك I was invited to dinner at Mr. Jagger's house with معايا بقى مين؟ هيربت بوكيت اللي هو son of Matthew Bucket ومعاه ستارتوب اللي هو الهاوس ميت ومعاه كمان بنت اللي هي دراما الاثنين اللي جايين كده تو ستادي يعني عشان يدرسوا يكونوا ايه بقى؟ جنتلمان. هيبتدي بقى كل ما اروح مكان يوصفه لنا احنا بقى عشان تشوف بعين مين؟ بيب ما هو الناريتور وقلت القصه كده يعني القصه كنا خدنا قبل كده مقال كده او قطعه فهم هل which is more beneficial مين اكثر فايده reading a story ولا watching it as a film قراءه قصه ولا مشاهدتها كفيلم الافيد هنا ايه reading because reading boosts imagination يعزز الخيال بيعزز ويقوي الخيال. كل طالب بيقرأ قصة هي نفس القصة، أنا هوزع قصة دلوقتي على اللي قدامي ده كله، كل واحد هيعمل لنفسه إيه بقى؟ his own imagination، يعني خيال خاص. يعني نيفين هيبقى لها خيال معين غير حد تاني، ماشي؟ كده حصة فاتت؟ اللي فاتت؟ نو. اللي فاتت؟ آخر كلام؟ كنت هنا الحصة اللي فاتت؟ منا انا هرجع على مباحث الكهرباء يا منا انا فاكر انت حضرت الفصل الخامس
والموضوع كان حلم ولا حاجة، ده الموضوع قصة أو غيال. كنت هنا الحصة اللي فاتت؟ مسجلة على فكرة الوقت عشان أفكر. نعم. اللي كان غايب يكلمني قبل ما يمتمشوا، كانوا غايبين الأربعة اللي كانوا غايبين أول خمسة. نرجع تاني بقى، هيبتدي يدينا بقى ديسكريبشن يعني وصف. يعني بيقول لك المور بنفيشال الأكثر فايدة تو ريد ولا تو واتش؟ لما بنقرأ كده يو آر، خلي بالك نقول ده مهم، لما بنقرأ يو آر أنت بتكوني يور أون دايركتور. يعني دايركتور مخرج. لما أعمل خيال يبقى أنا المخرج، أنا اللي بتخيل بمزاجي. ولكن لما أشوف القصة دي يعني فيلم بشوفها بخيال بس مين؟ المخرج نفسه. هو عاوز الواقعة تبقى كده، عاوز الحرب تبقى كده، عاوز الإيه؟ الزيارة تبقى كده، ولكن أنت لما تقرأ يو هاف تو ديفلوب، بنطور إحنا ماي أون إيماجينيشن، يعني ممكن كده يور أون دايركتور. أنت بقى يس شايفين أون بوس ماشي؟ لما تكون رئيس نفسك كده في الشغل بتعمل شغل لوحدك بعيد عن إيه؟ الحاجات الجفرمنتال، نفس الكلام ده بقى. بدل ما المخرج بقى يصور لنا المشهد ده ونشوفه كده، انا بشوف مزاجي انا بقى. يبقى which is more beneficial، اكثر فايده ريدنج ولا واتشنج؟ ريدنج. القراءه طبعا هي اللي بتنمي الخيال شويه. بقول مستر جاجرز ليفد ان لارج جلومي بيلدينج، عايش في منزل ايه بقى؟ واسع وجلومي. هو الاقلم جلومي يعني بقى كئيب بورينج مثلا ضل. خلي بالنا بقى وصف الاماكن ساعات بيدينا انطباع على الكاركترز. فاكرين وصف كده مس هابيشانز هاوس كان برضو كده دارك كل ستير كده كلوز ماشي بيبان على شخصيتها هي. يبقى شي از ليدنج يعني هي بتعيش ميزربل لايف يعني هيبقى عيشة. لما راح بقى لمستر ماتيو ولقى الاطفال بيلعبوا ان ذا جاردن وبيلعبوا نويزلي يعني ايه بصخص يعني في كده تحس ان في روح في البيت. هو عاوز يقول كده حتى ده بينطبق على الشخصيات اللي العيال كلها تشيرفول بيضحكوا على الفاضي كده فرحانين اوبتيمستيك يعني ايه متفائلين. غير بقى شخص تاني ساعات وصف المنزل نفسه بيدينا هنت يعني معناتها الشخصيه ماشي. يبقى كان الاطفال بقى هناك كده تشيرفول ولكن عند مس هابشام كل حاجه كده كانت دارك يعني مظلمه. والمستر جاجرز ليفد ان لارج جلومي بيلدينج نوت فار فروم هيز اوفيس، مش بعيد يعني عن المكتب. وي اول سات داون ات ا بيج تيبل، قعدنا على ترابيزه كبيره كده. There was plenty for everyone to eat. Plenty يعني وفرة. يعني في أكل كتير. بوفيه مفتوح يعني. Plenty for everyone to eat and drink. But Mr. Jaggers kept everything at his side. يعني في حاجات كتير بس خلى كل حاجة جنبه. عشان هو اللي يوزع علينا. يبقى هو برضه كنترولر. يعني متحكم حتى في الأكل. تحس ان هو بيحب يكون ايه بقى هو اللي يعني is giving decisions ايه بقى حتى في الاكل. بقول كده مستر جاجرز kept everything his side and served us himself، حط كل الاكل جنبه وبيقدم لنا في ايه سيرف. هنا بالنسبه للطعام الصبرة واضحه، بص هنا سيرف للطعام يعني بقى يقدم ماشي بيقدم لنا بنفسه كده. when he saw drama، لما شاف بنت الدرامل الشخصيه جود ولا باد؟ باد. هي immediately asked me who he was، بيسالني كده مين ده؟ ذاتس بنت الدرامل، I replied، بيسال هنا بيب مين ده؟ قال له ذاتس بنت الايه؟ درامل، يعني بقدم له بنت الدرامل. So بنت الدرامل is his name is it، مش ده اسمه؟ He said Mr. Jaggers thought about this information for a moment before saying I like the look of him، يعني I like the look. يعني عاجبني مظهر مين؟ بنت الدرام. يعني المظهر ده اللي هو ما كانش عاجب مين؟ بيب. شخصيه عاجبه مين بقى؟ مستر جاجرز ماشي. بقول اي لايك ذا لوك، هنا كلمه لوك ممكن اشيلها احط مكانها ابيرنس يعني مظهر. اي لايك ذا لوك اوف هيم. مستر جاجرز سبنت ا لوت اوف تايم لوكينج ات درامل، قعد فتره طويله كده لوكينج ات. يس. طب هنكتب تعبير كده لما اقول look at something او someone، ينظر لشيء او ايه لشخص for
a long time. اللي هعصبره ده شرح الفعل عاوزينه. اعتبر مثلا كده فهم جاية وقال لك طلع لي من القطعة verb أو word يعني كلمة تعني الآتي. look at someone أو something for a long time. يعني بقى يعني يطيل النظر ايه في شخص او شيء لوقت ايه بقى طويل. بس ما بالعربي خايف اقولها بالعربي. يحملق يحملق يتامل مختلفه شويه بشغل الشارع بقى يحلق كده وصلت انا قد في العبد الجليل كتير ليه هي كده ماشي. دي بتساوي في اللغه بقى ايه نعمل اختيارات جلانس اسمها كلمه ايه بقى جلانس ماشي. دي معناها يطيل النظر فيه يبقى to look at something او ايه او someone for a long time. وفي كلمة تانية برضو معلش gaze وبتاخد حرف جر at. الاتنين دول the same meaning يعني يبقى glance او gaze at يحملق. معناها بقى اللي مكتوب ده شغل سنة واخوانا الكلمة ما تقالش العربي it's not English. جلانس جيز يعني يحملق ما بتصرفش حاجه. معناها الانجليش بقى سهله جدا تو لوك ات سمثينج اور ايه سمون يبص لحاجه سواء عقل او ايه فور لونج تايم يطيل النظر فيه ماشي. مستر جاجر سبنت اوت اوف تايم لوكينج ات درامل هي توك تو درامل فور ا لونج تايم وكلمه وقت طويل. اند اي هيرد درامل بوستينج سمعت درامل بقى بص عرفنا بقى دلوقتي من شخصيته ان هو براود يعني فخور متكبر يعني. طيب براود دي جود ولا باد؟ باد. طيب عاوز تعبيرات كده بتساوي كلمة براود. أنا أكتب كده براود متكبر تنفع متكبر أو فخور بس معناها متكبر. عاوز كلمات بتساوي الكلمة دي براود. ممكن أقول مكانها إيه؟ conceited ماشي؟ أو كلمة اسمها arrogant. يبقى التعبيرات اللي على السبوره دي arrogant او ايه conceited تترجم بالعربي بقى متكبر مغرور ده same meaning نفس ايه المعنى proud arrogant conceited. yes Mr. Jagger spent out of time looking at Drummel. he talked to Drummel for a long time and I heard Drummel boasting ذات. كلمة بوست يعني بقى يتفاخر. يعني ممكن نروح لكلمة احنا قلنا دلوقتي براود بتساوي ايه؟ conceited arrogant. بص كده في التعبير ده بوست واحط كلمة فول اسمها ايه بقى؟ بوست فول. يبقى بوست هنا يعني بقى يتفاخر او يتباهى بالعربي كده صح؟ بوست بس خلي لكم او اي. امال في كلمة عندنا اللي احنا قلنا من شوية بوست يعزز. ايوه بوست معنى ايه بقى؟ يعزز دي بتساوي مثلا رينفورس او ايه؟ دي بتساوي رينفورس او انهانس ماشي؟ دي معناها يعزز بعيد عن كلمه ايه؟ بوست. فبدا بقى درامل كده يعني بدا يتفاخر بوستنج ذات يتفاخر انه هي واز ماتش سترونجر يعني أقوى. خلي بالك احنا بنتكلم كده على يعني يونج بيبول شباب سن ايه بقى؟ صغير لسه يعني نوت جرون اب مش ناضجين قوي. فهنا بنت الدرامل بدأ يتفاخر بايه بقى؟ هي واز ماتش سترونجر ذان ستارت اب. يعني ايه ماتش سترونجر؟ أكثر يعني أقوى بكتير. هي سترونجر لوحدها يعني ايه؟ أقوى بس قدامها ماتش. دي بتاعت بقى ثانية سنة أولى ثانوي بقول ماتش وألوت وفار وإيه؟ وإيفن رادر يعني أقوى بكتير ذان ستارت اب أند مين. يعني بنت الدرامة بقول كده انا اقوى كتير قوي من مين؟ ستارت اب ومين؟ مين قاعد على مين؟ بيب ماشي. ما هو اللي بيننا الحوار مين؟ بيب. وي وير بوث انويد احنا اتضايقنا بقى. هو بيقول كده ليه يعني؟ ده بتحس كنا ان ده اللي احنا بنشتغل فيه الوقت ده شايلدش بيهيفيور سلوك صبياني. يس شايلدش بيهيفيور
بيسموها كده في اللغة سلوك طفولي. شايلدش جاي من كلمة ايه دي؟ شايلد. قاعدين كده يتكلموا ودول أطفال لسه. خلاص؟ He was much stronger than Startup and me. We were both annoyed and Startup and I found ourselves talking boastfully. لما اتضايقنا لقينا احنا نفسنا احنا الاثنين talking boastfully as well. قاعدين احنا برضه يبقى نتفاخر. يبقى هما التلاتة بدأوا يبقى yes because they were still kids. لسه يبقى صغار وهم الحاجات دي بالنسبة لهم حاجة كبيرة يعني. conversation became a competition. حوارنا اصبح competition يعني نفس مين يقدر كده يعبر ان هو اقوى. To show who had the best skills. عشان من يعني كان دي بقى اصبح دلوقتي contest يعني سباق عشان يشوف مين اللي عنده اقوى يعني او افضل مهارة. Mr. Jaggers seemed to enjoy our talk. Mr. Jaggers كده بان عليه ان هو كان يعني مستمتع بحديثنا as a form of entertainment. تعبير ده مهم. فورم يعني شكل من اشكال entertainment. تسلية. entertain يعني يسلي وتنفع يستضيف. ولما اقول بقى في ترجمة او في كتابة مقال كده means of entertainment. وسائل التسلية والترفيه زي مثلا سينما فيلم تلفزيون دي بنسميها means of entertainment. يعني بدل ان هو بيستمتع كصورة من صور او اشكال من نقول مثلا التسلية but I didn't enjoy it at all. مين اللي ما كانش عاجبه الكلام ده؟ بيب. I didn't enjoy it at all. I don't know why I said some of the things I did. مش عارف ليه اللي خلاني اتكلم عن نفسي. But being among these people يعني كوني وسط الاشخاص دي seemed to make me behave that way. تحس كده ان هو اتكلم بسبب الناس دي. يعني those people اللي يقصد بها بقى الاكتر مين بنت اللي ايه؟ دراما has pushed him هو اللي بقى دفع to boast انه يتفخر and talk about himself. Although بالرغم he didn't like this يعني حبش الكلام ده. يبقى كأن حاجة كده a push دفع from Bentley Drummond. طيب في اللحظة دي بقى ايه اللي حصل؟ هم لسه الوقت عند مين؟ مستر جاجرز. Just then a woman of about 40 امرأة في حوالي 40 سنة يعني enter the room. She was tall and thin. بصفها لنا طويلة نحيفة with pale eyes عيون إبقى شاحبة and long hair. Yes. And gave Mr. Jaggers an anxious look. يعني أعطت Mr. Jaggers anxious look. Look يعني بقى نظرة فيها قلق. Anxious هنا معناها upset يعني متوتر أو worried. ماشي؟ anxious look as she put more food on the table. يبقى السيدة دي جت ووصفها كده وحطت على الترابيزة كده more food يعني مزيد من ايه من الطعام. ماشي؟ طب عرفنا بقى ممكن تكون وظيفتها ايه بقى؟ servant يعني خادمة او maid او housekeeper. طب دي ممكن تكون مين في اول الحصة؟ مولي. اسمها ايه؟ مولي. مولي بيقدمنا الشخصيات في الاول. She seemed to be worried that Mr. Jaggers would say something bad about the food. خايفة لا مستر جاجرز يقول حاجة about ايه بقى؟ the food عن ايه؟ عن الطعام. ممكن يقول لها الطعام ده مثلا فيه مشكلة. He introduced her as Molly his housekeeper. قدمها لنا كأن اسمها ايه؟ مولي. وكمان job housekeeper. يعني يقول لكم this is Molly. احنا متوقع بقى كده هم قاعدين هم بياكلوا وهي اول ما جات تحط الطعام مستر جاجرز قال لهم كده this is Molly. دي مين؟ Molly housekeeper يعني مدبرة المنزل او مديرة الايه؟ المنزل. Molly. طيب هيبتدي مستر جاجرز يقول لنا كده if you now if you gentlemen want to see some real strength. لو انتوا يا شباب عاوزين تشوفوا real strength يعني قوة حقيقية. مش كلهم بيتكلموا عن القوة. الاول الفيرست وان تو بوست اول ما انتفخر مين؟ بنت الدرامل. اند هي بوش يعني دافع الاخرين كده تو بوست تو. لو انتوا عاوزين تشوفوا قوة حقيقية show them your wrists. wrist يعني معصم. بس يعني ايه؟ yes show them your wrists. Molly Mr. Jaggers continue. لو عاوزين تشوفوا قوة حقيقية وريهم كده المعصم قبلة الايد كده. She pulled up her sleeves. كلمة sleeve كم اي ملابس يعني. رفعت الكم كده pulled up her sleeves and showed them to us. وردنا كده الايه بقى؟ المعصم. طبعا دي معايا الاثنين. One of her wrists بقول لك احدى المعصمين صح كده
الجامعة بتاعها ايه دي؟ هاد ماشي شكل تكون تيربول سكارز اون ات. احدى المعصمين هم اثنين نحطهم جمع ازاي؟ طيب يس فيهم سكارز وقت عندك اولى ثانوي ندبه ها ندبه هي سكير ولا سكار؟ يعني اقول مثلا ذا افكت اوف يعني تاثير اوف افكات يعني جرح او وون. She pulled up her sleeves and showed them to us. One of her wrists had terrible scars on it. It must have been cut badly in the past. ربما إحدى أو إحدى المعصمين كده فيه scars وربما يكون ده been badly cut. يعني كان فيه جرح عميق كده in the past. I have never met a man or woman with stronger hands than Molly, Mr. Juggers said. ده الكلام ده على لسان مين؟ بيقول لنا ايه بقى؟ نحاول نفهم اللي بيتقال قدامنا؟ I have never اثبت لنا نفي ها؟ لم يسبق لي ابدا I have never met a man or woman لا قابلت لا رجل ولا امراه with stronger hands than Molly ايديه اقوى من مين؟ من مولي يعني عاوز اقول كده ان مولي has got the strongest hands or wrists. Mr. Juggers said they are remarkable حاجه مميزه. Don't You just think so? ألا تعتقد ذلك؟ We all took turns to look at her arms. كلنا بقى قمنا من مكاننا نبص على الايه؟ أذرع مين؟ مولي. ماشي؟ واقفة كده وبتفرجوا على strength يعني بقى القوة. We all took turns to look at her arms. Then Mr. Juggers thought that Molly was getting too much attention. يعني بدأت كده تحظى باهتمام أكثر ايه؟ من كل واحد يبص عليها بقى فعاوز يبعد العيون عنها. فياخدهم في موضوع تاني. So he told her to leave the room again. حد فاهم حاجة؟ قال لها ايه؟ تغادر لما لقى كده العيون كلها ها مركزة عليه ماشي؟ احنا دلوقتي في بيت مين؟ مستر جاجرز. At half past nine, gentlemen, said Mr. Juggers, 9:30, we need to finish. هننهي، please make good use of your time here. يعني 9:30 كده يعني هتنتهي الزيارة بتاعتكم. Until that time, drama continued to boast. لغاية الوقت ده دراما برضو boast يعني تتفاخر boast seemed to encourage which about things he had done which Mr. Juggers seemed to encourage بيشجع. However, when drama left the house with a startup, drama realized that he no longer had an enthusiastic audience for his boasting and the two started to argue. 10. However, when Drummond left the house with Startup, لما Drummond كده مشى مع مين؟ Startup. Drummond realized that he no longer had an enthusiastic audience. ما عندوش كده يعني متفرجين متحمسين for his boasting, and the two started to argue. Before leaving, قبل المغادرة, I told Mr. Juggers that I didn't like Drummond at all. قبل المغادرة أنا قلت Mr. Juggers I didn't like Drummond at all. يعني أنا غير معجب بإيه؟ بشخصية مين درامر على الإطلاق. He advised me to keep away from him. قال لي ابتعد عنه. And then he said, huh? Good night. يعني نصحه كده to keep away from him. ابتعد عنه. Fortunately, however, Drummond finished his education. يعني درامر ده أنهى تعليمه with Mr. Matthew Bucket soon afterwards and returned home to my great relief. إيه اللي أنت فاهمه بقى من تصور دول؟ وقال له كده خلي بالك وابعد ايه عنك. طب ايه بقى الحاجه الكويسه اللي حصلت؟ ان درامل ده انهى تعليمه بعد فتره بسيطه and returned home رجع بقى وطنه او منزله to my great relief. ده بقى كان بالنسبه لي بقى راحه كبيره. يعني ايه ريليف؟ راحه ماشي. ده بالنسبه لي بيب. A few weeks later, a letter arrived from Betty. بعد أسابيع يبقى التلخيص اللي فات ده كله أول location كده عندنا أو shot أو مشهد أقول a visit to Mr. Juggers. اتكلمنا كده عن characters عن شخصيات بنت الدرامل ها Startup and then Bib وتعرفنا على شخصية جديدة Molly اللي هي يعتبر ايه بقى؟ الهاوس كيبر ماشي؟ يعني ده تلخيص اللي فات يعني. بعد اسابيع قليله A letter arrived from Betty. Betty كتبت له ايه بقى؟ letter. Betty دي اللي كانت ايه بقى؟ teacher يعني معلمه
وقلنا قبل كده احنا بنشرح كده as if she wanted to marry him كما لو كانت تريد ايه بقى الزواج منه ولكن قال لها كده he fell in love with Stella right وطبعا قال لها كده his aspirations his expectations يعني طموحاته كده I want to be a gentleman وهي ضد الزمنية A few weeks later, a letter arrived from Betty. She wrote. كتبت إيه بقى؟ ركز بقى. The letter بتاع Betty. إيه رأيك كده؟ Dear Mr. Betty. Dear إيه بقى؟ Why did she call him Mr.? سمته إيه بقى؟ Mr. ليه بقى؟ ده سؤال بقى critical. عشان ليه ما قلتوش كده؟ Dear Betty. Because he went to London to become a gentleman and he has become أصبح a different man to her. يعني أصبح كده بداية الـ high class. ماشي؟ Because he went to London to be a gentleman and he became different to her. I am writing to you at the request of Mr. Joe. ركز بقى. أنا بكتب لك بناء على طلب مستر إيه؟ جو. هو جو ممكن يكتب؟ لا. هو illiterate. شخص بقى أمي. illiterate يعني a person who can't read or write. Right. شخص أمي. illiterate أمي. أمال ignorant جاهل. في فرق بين الاثنين. illiterate ignorant. جاي من دين الليترسي اللي هي الايه الاميه وجاي دي من اجنورانس اللي هو الجهل على فكره تمشي جهل او تجاهل خلاص طيب نشوف بقى كلمه فرق ما بين الليترت وفرق ما بين اجنورانس دي تترجم ايه أمي ودي جاهل دي a person who can't read or write واضحة؟ يعني ايه الليترت ولا؟ a person كملوا معايا who can't أو is unable to read or write شخص لا يستطيع القراءة أو ايه؟ والكتابة جاية منها الليترسي الأمية تعتبر obstacle عائق to progress لإيه؟ للتقدم ignorant جاهل ممكن يكون دكتور جامعة بس جاهل في فرع معين اللي هو تخصص مثلا فيزياء ما عرفش في الأدب حاجة literature فاهمين؟ دي معنى كلمة ignorant طبعا جاي منها verb ignore يعني ايه؟ يجهل أو يتجاهل يعني ممكن ignore هنا معناه avoid أو take no notes ده الفرق بين literature وايه؟ وignorant I'm writing to you at the request of بتقول بيدي بتقول له dear Mr. Bib انا بكتب لك at the request of بناء على طلب بناء يعني مين اللي قال لها؟ مستر جو جاجي to let you know that he is going to be in London يعني يعرفك ان هو هينزل لندن كده and would be very glad to see you يبقى مين اللي نازل؟ جو he will arrive at 9 o'clock tomorrow هيجي الساعة 9 غدا morning tomorrow morning and hopes that this will be a good time for you بعرفك انه جاي يعني I am sure that you will be happy to see him because you always had a good heart هتبقى انت سعيد جدا برؤيته احنا بقى بنعمل expectation توقع do you think بيب بشخصيته دي would be happy هيبقى سعيد كده to receive يتلقى او يستقبل جو because جو is still a villager يعني قروي he doesn't know about high class نقول مثلا behaviors يعني سلوكيات he doesn't know how to eat at a table يبقى مش عاوز يعني قبله كده بطريقه not good your poor sister is much the same as when you left يعني تقول لاختك زي ما هي your poor sister اختك المسكينه يعني is much the same as when you left we talk about you every day بنتكلم عنك كل يوم and think about what you are saying and doing your sincerely بيدي يبقى اللي كاتب الخطاب دي مين؟ at the request of بناء على طلب مين؟ مضمون الكلام ده ان مستر جو is going to London and he is informing هو جاي يبلغ مين؟ بيب نيوز يعني خبر هيقوله دلوقتي نركز بقى على رياكشن
رد فعل مستر جو جاي يزور مع انه كان kind to him. ماشي بقول كده I wished that I could pay Joe not to come. اتمنى ان ممكن اخليه ايه ما يجيش. He was my friend. قال لك ايه ده تفرق is ولا was ولا has been in the past. خلاص يعني كأنه كده يعني he there is no friendship. ما فيش ايه بقى صداقة. He was my friend but I was ashamed of him now. انا الوقت ايه اقول منه يعني. He wanted to visit me at Barnard's Inn. جاي يزورني كده في المكان اللي هو قابل فيه هيربي. Where I still had lodgings. لسه كده في السكن مع with هيربي. It was lucky I thought that he was not visiting me at my tutor's home. كويس ان هيزورني في في Barnard's Inn مش هيزورني في tutor home. بيتنطق tutor او tutor home اللي هو منزل ايه بقى المعلم. توتشر يعني معلم خصوصي اللي هو ماتيو بوكيت. هو دلوقتي بيتعلم في مدرسه ولا في بيت؟ بيت. يس يبقى توتشر وجاي منها تويشن التعليم ايه بقى؟ الخاص بس مش بتخش بقى الجامعات. التعليم يعني مدرس مع طالب لوحده اسمها تويشن. توتشرز هوم ان هامرسميث. I didn't want to introduce him to everyone there. مش عاوز اقدمه لحد هنا. يبقى بيبين كده he didn't welcome this visit. لم يرحب بتلك الايه؟ زياره. Early one morning, Joe arrived at my lodgings. وصل بقى جو. يبقى a visit from Joe to Bib. المكان فين بقى؟ لندن وبرنارد إن. Early one morning, he arrived at my lodgings. He would not sit down. ما رضاش يقعد. He looked very uncomfortable. بدل إنه يبقى غير مرتاح يعني متوتر. And he remained standing. ظل standing. مين ده بقى؟ مستر جو. He held on to his hat. بس كده القبعة كده نرفز يعني بقى توتر. He seemed anxious. متوتر برضو. Not to do or say the wrong thing. خايف يعمل أو يقول حاجة تكون إيه بقى خطأ. مش عاوز يتكلم كتير ولا يتحرك كتير. But I was annoyed. أنا كنت متضايق برضو. If only he would not call me sir so often. إيه اللي ضايقني؟ إنه كل مرة يقول لي بقى sir. يعني مستر جو لما جاي يزوره قال له إيه sir. وبدل لما جاي تكتب له مستر بيب. ماشي يبقى كانه اصبح الوقت ايه بقى ديفرنت يعني شخص بقى مختلف. We ate breakfast with Herbert. كلنا يعني وتناولنا الافطار مع هيربت. هو tried to help Joe to feel comfortable. كان بيحاول يساعد جو ان هو feel comfortable. يبقى بتحس هنا بقى هنا تقارن بين شخصيات. Who was kinder. مين اللي كان هيربت. ماشي He has got a nice character. إيه بقى؟ Because he tried. كان حاول كده to help Joe to feel comfortable. But Joe coughed too much. كان قاعد بقى يأكل معانا. بس كان بيكح كتير. Cough يعني كح. Too much. Sat too far away from the table. قاعد بعيد الترابيزة. قاعد محروق كده. And dropped the food everywhere. كان بيوقع طعام في كل مكان. مش واخد على الوضع ده. ماشي؟ He dropped the food everywhere. It was only when Herbert left for work. في الوقت ده هربت راح الشغل. And we were alone. كنا لوحدنا. مين وين بقى؟ بيب جو. بيب قال ليه؟ أكيد هو جاي عشان يقول له على حاجة. That I found out why he had come. لما هربت مشى واحنا قاعدين لوحدنا عرفش هو جاي ليه. ده بقى الـ purpose of the visit. غرض الزيارة. جاي له ليه بقى؟ Miss هبشام wishes to see you. Miss هبشام ترغب في ايه؟ رؤيتك. سير يعني بقى سيدي. جوزيف يعني يعني بيدوا له لقب ايه برضه سير. and she wants you to know that Stella has come home. بتقول لك كده ستيلا الحمد لله رجعت. هي عاوزه تشوفه كده ولا تعذبه يعني هي لسه بمعنى كريزي اتجننت يعني she wants to take revenge of all men including Bib. يعني بتقول لك ان ستيلا رجعت فاكيد هو هينزل بقى البلد كده. احنا كلام الاثنين دول نبص كده في الجزء ده بقى. I hope that Joe couldn't see how I felt. يعني I hope that Joe couldn't see how I felt. منيت جو ما يعرفش انا كنت بشعر ايه بايه. يعني بين هو هابي ولا ساد ازاي بقى هابي. I hope that Joe couldn't see how I felt. بيتكلم عن الخبر اللي فات انه رايح لفين لمين بقى. Yes Bib, my dear friend, he said,
affectionately يعني بمحبة أو بمودة I wish you well تمنى لك كل خير يعني. Then he left مشى. طيب مشى دلوقتي وهو قبله كده in a good way ولا bad way؟ Bad way. He didn't feel calm. وبين كده ان مستر جو was feeling او felt uncomfortable ومشى. بقول كده then he left a few minutes بعد شويه a few minutes later I was sorry that I had been so unfriendly to Joe. كنت حزين جدا ان انا unfriendly to Joe. دي بنسميه في اللغه بقى regret. يعني regret ندم. بيبين برضو ان بيب wasn't totally bad ما كانش سيء كلياتا في جانب خير يعني ماشي بدا يعني to blame himself. Yes, I was sorry that I had been so unfriendly to Joe. انا كنت يعني غير ودود تماما معاه. I hurried outside hoping to call him back. يعني جريت عشان اناديله. But it was too late. اللي انت فاهمه؟ فات الميعاد يعني ما لقاهوش. It was too late. I couldn't see him anywhere. مش I decided to go home the following day. قررت العودة لمسقط رأسي اليوم ايه؟ التالي. هي روح بقى الفيليج. يعني تو بي ا فيزيت عشان يقوم بالزيارة لمين؟ مسابشة. Although I thought of staying with Joe, I told myself that a room wouldn't be ready for me at the blacksmith. ايه اللي انتوا فاهمينه من دي بقى؟ هو هينزل بقى المفروض يروح على مين؟ على مستر جو. مستر جو السيستر بيلي. بقول كده although I thought of staying with Joe فرغم فكرت في البقاء مع ايه؟ جو في الزياره دي. I told myself قلت لنفسي كده a room wouldn't be ready for me. الحجره هناك مش هتبقى جاهزه ليا. At the blacksmith في مكان ايه بقى؟ blacksmith. I told myself that it would be better قلت لنفسي كده احسن for Joe if I stayed at a hotel instead. اقعد فين بقى؟ فندق هيبقى بعيد عن القريه شويه. So I found the one near Miss Havisham's house. وجدت one وهو ده على مين؟ فندق هوتيل بالقرب من منزل ايه؟ Miss Havisham. As I was waiting to leave London وانا منتظر للرحيل on the coach. قلنا الحصه فاتت يعني ايه كوتش؟ عربه تجرها خيول وممكن عربه فين؟ ممكن تختار وممكن مدير ايه؟ فني. I saw two convicts وراح يركب كده شاف اثنين من الايه؟ convicts يعني مدانين standing nearby واقفين. They wore leg irons الاثنين مدانين كده لابسين ايه بقى؟ leg irons and handcuffs. فاكرين يعني handcuff؟ اصفاد في الايد جاي من هاند وفي ليج ايه؟ ايرنز. Their guard had a gun ومعاهم كده حارس يعني هم مسكون ايدين ورجلين ومعاهم حارس كده معاه كمان بندقيه او مسدس. ركز بقى. I recognized one of the convicts. انا اتعرفت على واحد منهم immediately. مين بقى؟ It was لا it was the man who had given me a shiny new coin at the village. ما هوش ماجوتش. مش في واحد كده قابله على قهوه واداله كوين؟ يعني عمله ايه؟ معدنيه ولابد ملفوفه في بنك نوت وعمل ايه بقى؟ ورقيه. ده احد الناس دي ماشي يا اخوانا اللي كان معاه الفايل يعني المبرد. فاكرين ولا مش فاكرين؟ ده بقى مش ماجويتش ده واحد اللي اداله الكوين. بقول ات واز ذا مان هو هاد جيفن مي اشايني نيو كوين اداني عمله كده لامعه ات ذا فيليج ان لونج تايم اجو من وقت ايه بقى؟ طويل. ممكن يجي لك سؤال كده why did he give him ليه اداله كده شايني كوين؟ ليه عمله كده؟ بتبرق بتلمع why؟ ده سؤال كريتيكال؟ اهي السؤال. طب ليه بقى؟ ما هو مش هيجي الاسئله دي. Because children like shiny objects. دايما الاطفال بيحبوا الحاجات الايه؟ اللي بتلمع بتبرق دي. مش ده شايني؟ يعني ده اجابه عليها. يعني لو جالنا سؤال ممكن دي يكون الاجابه عليه. Because children like to have بيحبوا ان هم يمتلكوا يقتنوا كده shiny objects يعني اشياء لامعه. A shiny coin you coin at the village a long time ago. I hoped that he would not recognize me. كنت بامل ان هم ما يتعرفش عليا، ما هو يركب معاهم مع الاثنين دول. After all I was older now. قلت لنفسي كده دلوقتي older يعني اكبر مش هيتعرف عليا. And dressed like a gentleman وكمان لابس ايه بقى؟ جنتلمان مختلف عن الاول مختلف في الايدج وفي الابيرنس مظهر اصبح الوقت كده تو سام هاو الى حد ما جنتلمان. When the coach arrived the two convicts and their guard climbed up. هم منتظرين كوتش منتظرين عربه
واقف التو كونفيكتس معاهم الجارد، هو واقف برضه ينتظر قاعده معاهم، هما الاثنين كلايمت اب يعني صعدوا. انتوا متخيلين العربيه جت فاضيه خدت الثلاثه، خدت مين بقى؟ الاول تو كونفيكتس معاهم مين؟ جارد زائد بيب. يبقى اي حوار هيقول الكونفيكتس هيسمعه مين؟ بيب. ماشي. وطبعا في الطريق لغايه لندن، لغايه الفيلج يعني ايه؟ هم في لندن رايحين القريه. When the coach arrived, the two convicts and their guard climbed up, sitting just behind me. قعدوا ورايا. I tried not to look at them. حاولت ابص لهمش عشان ما يتعرفش عليا. But I couldn't avoid their conversation. بقول وانا قاعد كده ما حاولتش ابص لهم، ولكن لم استطع ان اتجنب their conversation عن هناك. يعني انا بصيت لهمش اوكي، بس ما قدرتش ان انا ما اسمعهمش. يعني هو سمع ولا ما سمعش؟ بين ايه بقى الحوار؟ When I first went to prison، بيتكلموا بقى عن ايه انجازاتهم. ماشي. اول ما رحت السجن هو كانوا ايه يعني دول كونفيكتس. When I first went to prison، اول ما نزلت السجن كده، I heard the first convict saying، وانا سمعت اول ايه مدان بيقول، اول ما اتسجنت I was only inside for a few months، كنت لسه لوحدي كده لمده شهور. When I was told that I could leave، another convict Magwitch asked me to help him. تاني اللي بيقول الكلام ده الفيرست ايه يا اخوانا؟ convict. بيقول كده when I first went to prison I was only inside for a few months. When I was told that I could leave، قالوا كده ممكن تمشي. another convict يعني ايه؟ متهم اخر. Magwitch asked me to help him. الفيرست convict يا ولاد قضى المده بتاعته وايه؟ هو يمشي. ففي واحد هناك هيقول له حاجه، اللي هو مين بقى ده؟ Magwitch. فاهمين الوضع؟ بيقول له كده another convict Magwitch asked me to help him. He wanted me to find a boy. كان عاوزني اجد ايه؟ ولد. يبقى اللي بيتكلم ده اللي اعطى شايني كوين لمين؟ لبيب. ورابد ملفوفه في ايه؟ في بنك نوتس. وبيحكي لصديقه الثاني ده. ماشي؟ بيقول له كده he wanted me to find a boy who had help him. قال لي ان محتاج خدمه مني اساعده يجد الولد اللي ساعدني ده. years before when he had escaped and was hiding on the marshes، لما هرب وكان مختبئ في المستنقعات. Magwitch didn't know me then but he gave me a shiny new coin. بيقول Magwitch ما كانش يعرفني بس اداني shiny new coin to give to that boy if I ever found him and I did. يبقى الشايني كوين مين اللي كان باعتها؟ Magwitch. زي بنسميها في اللغه كده، هفتح لكم النور اللي كده متابعين، بنسميها ثانك يو بريزن. ماشي. هو عمل له خدمه، هو جاب له فول وايه؟ فايل. ماشي. ووعده وان هي فولفيلد ذا بروميس، يعني اوفى بايه؟ بالوعد. طيب الشخص الثاني ده اللي ما نعرفش اسمه، اللي هو الفيرست كونفكت ده اللي ادى شايني كوين لمين؟ طيب هو اداله شايني كوين اونلي ولا بنك نوت؟ بنك نوت. ده من عنده هو. يبقى بيقول كده this person was kind. طيب. ما هو بيحكي له بقى الولد ده جاب لي ايه؟ فود. ها؟ طيب اديله الشايني كوين. هو خدها وحط عليها بنك نوت. رايت؟ هو جينيروس يعني بقى. كريم. حد فاهم حاجة؟ لأن هو اداله إيه بس؟ شايني نيو كوين تو جيف هيم. ما قالش كده بنك نوت. هو حط عليها كمان مثلا اداله مثلا إيه؟ اداله ربع جنيه، نص جنيه، انت ما تعرفوش بقى الحاجات دي انت دلوقتي. اداله نص جنيه، اداله جنيه وهو لفه ب 5 جنيه مثلا. مين بقى الـ الاغلى؟ الكوين بقى ولا البنك نوت دلوقتي؟ البنك نوت. وبقول اند اي ديد يعني فعلت ذلك، ده هو فعل ذلك وايه كمان؟ وضاف عليها بنك نوت. So the convict I gave the fool and the file to all those years ago is called the Magwitch I thought. مين اللي بيقول الكلام ده لنفسه؟ يبقى الشخص اللي ساعدته من كام سنه ده واديته فول وفايل يدعى بقى Magwitch. اسمه ايه بقى؟ يبقى عرفنا Magwitch اسمه. احنا قلنا من الاول بس احنا بنتكلم على القصه. ما كانش عارف اسمه؟ لا ما كانش عارف اسمه. وما قالش اسمه في الاول، ما قالوش كده في المارشز. ده احنا قلنا احنا بنقول التلخيص بتاعه. said the second convict. Magwitch trusted you then, did he? Magwitch كان بيثق فيك، أليس كذلك؟ Yes, he did. The first convict replied, but he didn't know me very well. هو وثق فيا واداني الكوين وقال لي على السيكريت ده وبس ما كانش عارفني كويس. Magwitch got a life sentence.
بيحكي له بقى ماجوتش خد حكم قد ايه. ماجوتش جوت ا لايف سنتنس، حكم مدى الحياه. اسمه لايف ايه بقى؟ سنتنس. كلمه سنتنس في الجرامر جمله، صح كده؟ في المحاكم يحكم على او حكم. حد فاهم حاجه؟ يبقى سنتنس تنفع ايه؟ جمله او يحكم على. هو خد بقى لايف سنتنس يعني ايه؟ حكم مؤبد، يعني السجن مدى الحياه. بنسميه لايف سنتنس او لايف امبريزمنت فور ذات سكيب. يعني لما هرب، مش هو كان هرب، لما هرب ورجع تاني كان حكمه قليل شويه. لا هو خد مؤبد بقى، انت بتهرب تقعد معانا على طول. يو نو ذا جارد سيد. مين اللي بيسمع كل ده بقى دلوقتي؟ بيب. ميموريز كيم باك تو هونت مي، بقول لك الذكريات بدات تتملكني. هونت مي ميموريز يعني ميموريز. في بقى جود ميموريز وفي ايه؟ في هابي في ساد. ميموريز كيم باك تو هونت مي اند اي واز سكيرد، كنت مرعوب. I got off the coach as soon as I could and walked the rest of the way. نزل وكمل بقيه الطريق على رجليه. It was late when I arrived at the hotel. I was feeling very ill. طيب كنت متعب جدا. But I didn't sleep very well that night. لما افتكر كده الكونفيكتس المدانين دول بدا ان هو يعني يخاف. كده تمام؟ الاسطوره دي بقى مين قاعد في الاول؟ بيب. قولوا بقى وتاخدوا جايزه. بيب وراه توكون باك طبعا زيم واحد يونيفورم اكيد انا اعرف. وده بقى الجارد وماسك جان، يعني ايه؟ مين ده بقى؟ يس ذيس از ذا اونر اوف ذا كوتش. ده ما جاش، ده صاحب العربه بقى. ماشي احنا قررنا كم سؤال يا اولاد؟ 8 8 هناخد كم سؤال كده على السبوره. خدنا هاو واز مسج جورس ابيليتي ا بليسنج تو بيب، قلنا عنها بليسنج نعمه. طيب نشوف من السؤال التاسع بقى. ده على الواحد ده على الفصل هو. احنا كده دلوقتي يعتبر في القصه وفي الكتاب خدنا يعتبر نص ساعه. عارف ان في اسئله سايبينها كده في الكتاب الكبير هتيجي مع المراجعات. ماشي الحصه الجايه احنا طبعا نكمل اسئله بس برضو هتبقى نوبل برضو. يعني الحصه الجايه برضو نوبل بس ممكن تجيبوا معاك الكتاب الكبير نراجع على ثلاث وحدات. لا قدرنا مش هنتعب فيهم يبقى نجيبهم منين بقى؟ مش عارف انتوا معاكم تحطوا كام كتاب ولا ده والقصه حاجه ثاني سكيلز صح؟ طيب الكتاب ده هيجي معاكم الحصه الجايه. اسمعنا يا اخوانا اقول له لا الحصه الجايه هنكمل اسئله ايه؟ القصه. بس هنجيب الكتاب ده معانا. احنا دلوقتي هنمتحنها كام وحده؟ ثلاثه. ثلاثه؟ مش كنا سايبين اسئله وحدات من الاول هنا؟ هنجيبها بقى واحنا بنراجع. يعني هنراجع على القصه برضو عادي وهنكمل الوقت وهناخد يعني تحضروا هنا كام وحده؟ ثلاثه. الصفحات اللي احنا سايبينها ما خدناهاش هنا. هنجيبها عشان يبقى برضو المعلومات في دماغنا جايين نمتحن. زائد الثلاث امتحانات اللي بتاخدوها الكتروني ممكن ننزلهم ثاني. تبص عليهم تاني او تحلهم وبعدين ناخد امتحان هنا على الثلاث وحدات. طيب هيبقى في برضه اسئله قصه اه طبعا. نشوف كده السؤال التاسع. مش عارف انا حاسس انتوا عاوزين كده دقيقتين كده يعني فاصل اه حاضر اهو دقيقتين فاصل. افتكرت يا بنا كنت هنا الحصه اللي فاتت ولا لسه؟ كنت هنا؟ قدامنا عدد كبير اه بس الواحد بيبقى عارف يعني الطالب ده جه او ما جاش بيسمع. هي بتشكك لي في ذاكرتي انا مش لا انا حضرت يا بس كنت قاعد هنا اهو كنت جنب مش عارف مين. قولي لا خلي بالك كل المجموعه بتختار حد واربع لكل حاجه صح يا منى؟ دي التعب دي تغيير النضاره كده يعني تأشيرة عمرة
لو خدنا القصة تلخيص بس هتبقى فيه مشكلة في استيعاب أسئلة الكريتيكال، فلازم ناخد شوية في الشرح. طيب هناخد جزء من الأسئلة، يبقى احنا جينا الحصة الجاية هيبقى معانا القصة ومعانا ايه؟ الكتاب هنحضر فيه ايه؟ الوحدة الأولى والثانية والثالثة، الأسئلة اللي كانت باقية لنا اللي احنا كنا بنبعت إجابات. هتشوفه؟ ماشي. نشوف السؤال التاسع كده. Although Billy helped Beb with his education and also with the housework after Mrs. Joe had become disabled، رغم ان بيلي عملت كل ده، he didn't give her the due attention or admiration، لم يعطها الاهتمام او الاعجاب المستحق. لماذا؟ ديو هنا يعني مستحق. واخدين بقى ديو قبل كده رابط ديو تو يعني ايه؟ لسبب ديو تو اوينج تو بيكوز اوف الثرو. امال ديو هنا صفه بمعنى بقى مستحق. ديو اتنشن اهتمام مستحق، ديو ريسبكت اهتمام مستحق، يبقى ديو هنا كصفه يعني ايه بقى؟ مستحق. بقول لك ليه كده؟ اي ثينك بيكوز بيب هاد ستيلا ان هيز هارت، ماشي؟ He admired the very girl that humiliated him. شوف بيقول لك هو ليه مش مهتم ببيدي؟ I think Bib because Bib had still in his ear. Heart. يعني feel in love with her. He admired the very girl، يعني هو بيقول أعجب بالفتاة that humiliated him، التي بقى أذلته. Humiliate يعني يذل أو يهين. يبقى هو الطعام كده إيه؟ اون ذا جراوند، ماشي؟ لو الاسئله دي يا اخوانا قراناها بفهم وبعدين رجعنا بالامتحان اتس انف، تكفي احنا قرانا التكست اصلا، واي اجابه تعمل نفس المعنى، بس افتكر ان ده يعتبر بالاجابه المنطقيه هنا. طيب but don't you think you are happier as you are babe، ده الفصل الرابع. هل تعتقد ان انت كده اكثر سعاده بوضعك؟ What do these words tell you about Billy's character؟ يعني character؟ شخصية. هو بيقول لها أنا عاوز أبقى أكون إيه بقى؟ جنتلمان. تقول له أنت كده مش تكون أفضل. They show that she was a simple character. بينها شخصية بقى بسيطة. بنتكلم عن بيلي. Who admired Bib as he was. يعني هي معجبة ببيب كما هو. Villager. Blacksmith. ماشي؟ Unlike Stella. على عكس مين؟ Stella. Who belittled and emulated him. يعني هي بعكس ستيلا التي قللت من شأنه. ها يعني كلمة belittle هي little يعني ايه ولا قليل، نحط لها بي يقلل والماضي منها belittle. وصلت؟ زي كلمة friend يعني صديق. طب be friend يصادم يسمى make friends، ماشي؟ يبقى belittled him يعني ايه؟ قللت من شأنه وأهانته. Ever since I met Stella at Miss Havisham's house, I have wanted to improve myself. She is so beautiful and clever, and I admire her very much. If you were Bib, لو أنت مكان Bib, would you like to improve for Stella? يعني تحسن من معيشتك شخصيتك for Stella or even admire her. يعني عشانها أو تعجب بها؟ No. لو أنت مكان، قول في الوضع ده نقول yes أو إيه أو no، بس مش الاثنين. No, I wouldn't. Bib himself knew that Stella would never make him. هو عارف غلط نفسه وعارف كويس جدا انها لن تسعده. اليمين بقى Stella. Because she has got لديها كده good ولا bad character؟ Bad. Yes. Proud, conceited, arrogant يعني متكبرة. She has no feelings. She is heartless. Yes. She is cold in her feelings. Did Bib want to improve his life to upset Stella or to marry her? هو عاوز يحسن حياته عشان يضايقها يغضبها ولا يتزوجها؟ say what you think. I think he wanted to marry her. He really loved her.
Why do you think Billy believed that Stella wasn't worth Babe's effort to marry him? دي في الفصل الرابع برضه احنا الصف الرابع. تقول له كده لو انت عاوز تغضبها ما تحاولش تفكر في اللي بتقوله لو انتوا فاكرين الشرط يعني. لو الزواج بقى she doesn't worth it. كل ده يعني. هل هي كده believed wasn't worth؟ I think because Stella wasn't the kind of person who could be happy with Babe or make him happy. I think because Stella wasn't the kind of person. ما كانتش نوعية الأشخاص اللي ممكن تكون happy with Babe or make him happy. لا تبقى سعيدة ولا تخليه إيه؟ Yes. Billy proved to be more than a good friend for Babe. Billy برهنت إنها أكتر من صديق لبيب. Do you agree? Why and why not? الإجابة إيه بقى؟ Yes, I agree. She loved Babe and liked very much to be his wife. ده بتخليك كلامها. بس she didn't say it frankly. ما قالتش كده بوضوح clearly او بصراحه يعني. Although he admitted admiring Stella برغم ان هو اعترف باعجابه بايه؟ Stella to her, she still gave him good advice بتدي له برضه نصيحه and kept his secret واحتفظ ايه بقى؟ باسرار. انا بتكلم بقى عن شخصيه مين؟ بيلي. طب نقرا اللي هي كده فوق معايا شويه كده. If you were Babe, would it be better for you to marry Billy rather than Stella? Why and why not? Yes. لو انت مكان بيب مش الاب الزواج من مين؟ بيلي بدلا من ايه؟ ستيلا. Yes, it would be better for me to love and marry Billy and like the proud Stella. على عكس المتكبره ستيلا, Billy would be able to make him happy. Right? بيب tells Billy, I knew that I was making a mistake. هو قال لها كده انا عارف اني بعمل خطا but I couldn't change my feelings. يعني يقول كده I have no choice, ما عنديش بقى اختيار يعني. I am obliged, انا مجبر. What would you do if you were Babe? لو انت مكانه تعمل ايه؟ ودي سبب بقى. I would try hard to control my feelings. لو انا مكانه هتحكم في ايه؟ مشاعري towards ايه؟ Stella. She was both cruel and proud. كل الايه نقول مثلا الصفات كلها الايجابيه السلبيه على مين؟ Stella. Cruel, proud, she would never make me happy. I will always tell you everything, Billy, I said, until you are a fine gentleman. She replied in a strange, sad voice. I will always tell you everything, Billy, I said, until you are a fine gentleman. فاكرينها؟ بقول لها انا هفضل اقول لك اسراري. قالت له اتقطع بقى. Until you are a fine gentleman. لازم تبقى ايه؟ جنتلمان. في الحاله دي ايه بقى؟ يقول ستوب. ماشي لذلك حتى وهي بتكتب له قالت له ايه بقى؟ مستر. وهو جو قال له ايه؟ سير. I think she meant that she knew Babe wouldn't be her friend anymore. Babe لما يبقى جنتلمان لن يكون صديقها بعد ذلك when he becomes a gentleman. Babe once thought that it would be impossible, يبقى مستحيل for him to become a gentleman. What do you think made him think so? لما كان قبل ما يجيله البنفاكتور بقول مستحيل اكون ايه بقى؟ جنتلمان. جاب التفكير ده منين؟ I think because he was a poor orphan. Orphan يعني ايه؟ يتيم. Who didn't have good education. ما عندوش any qualifications يعني مؤهلات كده عشان يكون ايه بقى؟ جنتلمان. زي ما قلنا الحصه اللي فات عاوز ميراكل. معجزه. مش كده؟ وحرست؟ جت منين بقى؟ بنفاكتور. سيكريت ايه؟ بنفاكتور. هي ثوت رونجلي اعتقد خطا ان هي مين؟ بس مش عارف في الاخر طلع ايه بقى؟ ماجوش. لاك سمايل تو بيب. الحظ ابتسم لمين؟ لبيب. When a secret rich benefactor decided to give him a large amount of property. ممتلكات كبيره. Do you agree or not? Why? No, I don't agree. What happened to Babe later that makes me think it would have been better if he hadn't been given that wealth. He grew into a heartbroken gentleman who was more miserable than happy. الإجابة دي يقول لك الحظ ابتسم له لما بعت له بنفاكتور. هل أنت موافق؟ الإجابة إيه بقى؟ هو عاوز يقول في الإجابة دي إنه كان وضعه الأول إيه؟ بيتر يعني وهابير. هو هيبقى معاه a lot of money وهيبقى جنتل ايه؟ جنتل مان. ولكن هيكون less happy اقل سعاده من كونه بلاك سميث.
نقرا تاني كده. No, I don't agree. What happened to Bib later? ما حدث لبيب بعد ذلك؟ Makes me think it would have been better. كان يبقى أحسن if he hadn't been given that wolf. لما خدش الثروة دي. He grew into a broken heart gentleman. نشأ كشاب أو جنتلمان مكسور الإيه؟ القلب أو حزين. Who was more miserable than happy. يعني كان أقرب للبؤس منه إلى الإيه؟ السعادة. Why do you think Bib should have an education if he were to receive a large amount of property from a secret benefactor? هو ياخد وقت ممتلكات. طب ليه كمان education يعني تعليم؟ ليه الاثنين مع بعض؟ I think the secret benefactor wanted Bib to become a true gentleman. عاوز يكون من علية القوم الإباء الحقيقيين، مش عاوز فلوس بس. هو was born both rich and dual إباء educated. عاوز يكون الشخص ده اللي هو Bib يعني يكون rich بس يكون برضو بقى well educated، يعني تلقى تعليمي بقى جيد. ماشي؟ في تعبير كده يعني بيجي في دماغنا على الجزء ده duality of money and باور. مين يقدر يترجم المقطع ده؟ مش جملة كاملة طبعا. Duality of money and power. نعم أولوية. طب هي أنا عندي الوقت ها وعندي كلمة ما أعرفهاش. طب ده مال وسلطة صح؟ دي ترجمتها تزاوج المال بالسلطة. تزاوج المال بالسلطة يعني ايه تزاوج المال بالسلطة؟ يعني واحد غني جدا يبقى ده دلوقتي ريتش، معاه دلوقتي ماني بس مش معاه باور سلطة، يعمل ايه بقى؟ يقوم داخل مجلس الشعب يبقى معاه كام دلوقتي؟ اثنين ماني اند باور. جاه وسلطان، حد فاهم حاجه؟ دي كانت بتتقال كده يعني في وقت كان اعضاء مجلس الشعب كلهم رجال اعمال فكان معاهم فلوس كتير يصرفوا على الدعايه وكلام من ده، فالمسمى دون يعني طلع في الوقت ده بيقول لك تزاوج المال بايه؟ هو معاه فلوس يصرف دعايات انتخاباته كده عشان يبقى ايه؟ بارليامنت يعني ايه؟ منبر يعني. فدي اسمها تزاوج المال بايه بقى؟ السلطه. ماني اند ايه؟ باور. طيب. Why do you think the benefactor Magwitch insisted that his identity be secret؟ ايه اللي انتوا فاهمينه من السؤال ده؟ Magwitch عاوز شخصيته تكون سيكريت يعني ايه؟ سر. ليه؟ I think because he was an escaped convict. And he didn't want Bib to be ashamed. لأن هو في الوقت ده وهو بيصرف عليه كان escaped convict. يعني ايه؟ يعني مجرم هارب وما كانش عاوز Bib يكون ايه؟ يشعر بالايه؟ بالخزي. يعني هنعرف بعد كده ان Magwitch المفروض خد السجن مدى ايه؟ بس هرب وراح استراليا. ماشي؟ وبدأ يصرف على مين بقى؟ ما هو بعت له فلوسه. رايت؟ يعني هو هرب تاني. أصبح escaped ولكن غير اسمه بقى. I think because he was an escaped convict and he didn't want Bib to be ashamed. To Joe Gagey, بالنسبة لجو بلاكسميث، Bib's friendship meant much more than money. بالنسبة لبيب، بالنسبة لجو، Bib's friendship يعني صداقته أكثر من المال. Yes. Explain، اشرح. Joe loved Bib very much. He agreed to end his apprenticeship. خلونا الأسئلة دي على فصل اهو. الرابع. الرابع عشان الخامس ولا السادس. يعني لما طلب مستر جيجلز يعني عاوز فلوس عشان كده تو اند هيز ابرنتشيب يعني ينهي تعليمه. هي ريفيوزد يعني رفض. يعني بالنسبة له كده الصداقة أقوى من الأموال أو أغلى يعني. هي جو لافد بيب فيري ماتش. هي أجريد تو اند هيز تو اند بيبز ابرنتشيب أت وانس وداوت تيكينج إني ماني بدون أخذ أي أموال تو ليت هيم جو تو لندن تو جيت جود إدوكيشن. ولسه اثنين بس. ماشي؟ عشان بس اسال الآلة. يعني بطمنكم يعني سؤالين بس.
If you were bear, would you decide to wear your new clothes at Uncle Bumble Chucks? على فكرة نطقها صح Bumble Chucks. النقطة الأساسية يعني حاجات غريبة شوية، احنا بنقول بامبل ايه؟ لا بامبل تشوكس ده النطق أكتر من النيتيف سبيكر. النيتيف سبيكر بينطقها كده، لأن القصة دي لو أنا جبت لكم القصة الأصلية بقى وسمعتوها أو شفتوها مفيش فيها كلام من ده خالص. الأسلوب المضمون موجود بس فيه ديتيلز يعني تفاصيل، فنطق الأسماء بيتنطق بامبل تشوك. بول نوت ات جوز هاوس، لو انت مكانه هتروح ترتدي الملابس الجديده عند بامبل شوب؟ هو قال هنا ايه؟ I wouldn't do that، لن افعل ذلك. يبقى يس ولا نو؟ نو. Such a behavior، مثل ذلك التصرف، would make Joe and the baby feel that I was ashamed of them. كانه يعني مكسوف يلبس ايه؟ عندهم، فراح عند بامبل شوب. اخر سؤال، بيب واز كويك تو تشينج افتر هي نيو هي هاد جوت فورشن. كان سريع جدا يتغير بعد ما عرف انه ياخد ثروه from a rich benefactor. Explain. He started to feel ashamed of، بدا يشعر بالخزي من جوز poor education، التعليم القليل بالنسبه لجو. He also refused to put on his new clothes at جوز house because he didn't want the poor people of the village to see him in his new clothes. الحصه الجايه ان شاء الله هنبدا بايه؟ بالأسئلة اللي هي المفروض نحلها على الفصل الرابع. تحضروا لي بقى أسئلة الفصل الرابع اللي بقيتها دي، والإيه؟ والخامس والسادس، ومعانا الكتاب الوحدة الأولى والثانية والثالثة. حتى لو ما كملهمش الحصة الجاية هيبقى دول المفروض حصة أو اتنين معانا. نعم.